بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم هبه من قناه بيتك اجمل معايا. النهارده هنعمل عصير حلو قوي، بنروح الكافيهات بنشربه بتمن غالي جدا وبيبقى طعمه حلو، وبنبقى عايزين نعمله في البيت وكتير مننا ما بيعرفش، لكن هي الطريقه سهله قوي وبسيطه جدا، مفيش مكونات اصلا ليها، مكوناتها سهله قوي. هنعمله وهنشربه في البيت، اوفر لنا من بره، وكمان ممكن نديه للولاد ايام المدرسه في زمزميه، في ازازه صغيره كده، هيديهم طاقه وهيديهم كالسيوم وهيديهم حاجات كتير قوي تخليهم اللي هم قادرين اللي هم يركزوا في الحصه بتاعت اليوم الدراسي بتاعهم. يعني ايه هو العصير او ايه هو المشروب اللي احنا هنعمله مع بعض؟ زبادي خلاط. كتير منكم هيستغربوا دلوقتي يعني ايه كلمه زبادي خلاط، لكن المصريين كلهم عارفين زبادي خلاط. زبادي خلاط دوت بنشربه في الكافيهات. هو عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايتين لبن او كوبايه لبن وكوبايه زبادي. انا هنا حاطه كوبايتين زبادي وكوبايتين لبن، ولو انت مش بتحبي العسل ممكن تستخدمي سكر، بس هو الافضل بيبقى بالعسل. في الكافيهات بيعملوه بالسكر، لكن احنا هنعمله بالعسل عشان يبقى مغذي اكتر، وكمان هم بيضيفوا ميه، احنا مش هنضيف ميه وهيبقى كله لبن. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد المقادير دي كلها ونضربها في الخلاط. يلا بينا على الخلاط. دلوقتي بقى هبدا ان انا انزل المكونات بتاعتي. هي ايه؟ كوبايتين الزبادي زي ما انا قلت لك، زبادي بلدي، زبادي معلبات اللي انت حباه، وبعد كده كوبايتين اللبن. اللبن دوت اللي هو الحليب بالشكل دوت كده، كده انا حطيت كوبايتين اللبن وكوبايتين الزبادي. هعمل ايه بعد كده؟ هاخد معلقتين عسل، عسل ابيض بالشكل ده كده، ليه ما حطيتش المعلقه اللي انا عملت بيها الزبادي؟ ما حطيتهاش جوه برطماني العسل، لاني ما ينفعش ان انا استخدم اي معلقه مطرحها حاجه في برطماني العسل او اي برطمان عندنا. بالشكل دوت كده انا هضرب بقى الخليط ده دلوقتي في الخلاط. دلوقتي بقى انا خلصته. لو انت مش حابه تحطي عسل، الولاد عندك مش بيحبوا عسل، ممكن تستخدمي سكر عادي، السكر بيخلي طعمه حلو برضو بالشكل دوت كده. تعملي لي الولاد الصبح وهم رايحين المدرسه، هيديهم طاقه جميله قوي وهيخليهم كده الطفل عنده نشاط كده وحيويه اللي هو قادر يكمل اليوم الدراسي. او لو انت قاعده كده مفيش عندك عصير ولا عندك اي حاجه، بكوبايه لبن عندك متوفره في الثلاجه مع واحد زبادي هتعملي احلى مشروب. مش شرط تحطي عسل، ممكن تحطي 3 معالق سكر حسب الرغبه، عايزه تقللي شويه في السكر، عايزه تزودي شويه في السكر، زي ما انت تحبي. بس في الكافيهات بيعملوه بالسكر، علشان انت لو عملتيه بالعسل ولقيتيه اللي هو مثلا ضلع شويه او طعمه مش مسكر شويه، حطي معلقتين سكر. وكده الفيديو بتاعي خلص النهارده، والمشروب بتاعي اهو زي ما انت شايفاه كده زي العسل وطعمه بجد يجنن. الولاد مستنيين الفيديو يخلص باي طريقه علشان يشربوه. لو انت اول مره تشرفيني دوسي لي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولو انت حبيبتي ومتابعاني ما تنسيش تدوسي لي لايك وشير بقى لاصحابك عشان يستفادوا من المعلومات اللي انا بقولك عليها والفيديوهات يتفرجوا عليها، واللي عنده اي معلومه يقولها لي، ولو حابين اي فيديو اعمله لكم قولوا لي عليه وان شاء الله هنعمله مع بعض باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.